في ثالث أيام المهرجان كان التحدي كبير جدا على أربعة رموز، والرمز الأول للقاء الأبكار المفتوح. انطلق الشوط وتسيدت زعفرانة، وثانيا محبة، وثالثا الخوارة، ورابعا مغيظة، وهي من تسللت إلى المركز الأول بعد الكيلو الأخير لتنتزع الشلفد الفضية وتحلق بهذا الناموس وتهديه لمالكها السيد جاسم بن حمد بن خليفة العطية. سيارة الآن إلى المركز الثاني، إلى المركز الأول. الله الله، جاسم بن حمد بن خليفة العطية يقود الشوط، يقود الشوط إلى الشلفة، الشلفة إذن هنا تمسي في بلادي في دولة قطر، شحانية الشلفة. سلام الجريان، سلام سلام جاسم بن حمد بن خليفة العطية على هذا الانتصار وتحقيقه للشلفة المراد. نهدي هذا الفوز لسيدي سمو الأمير، سيدي سمو الأمير الوالد، والشعب القطري كافة، وإن شاء الله المزيد من الإنجازات. رمز غالي في بداية مهرجان مؤسس مهرجان الوالد. شلون؟ رمز غالي في بداية مهرجان الوالد. الحمد لله، توفيق من الله القادم إن شاء الله أجمل. أعفالكم النام. الله يجزاك خير.